السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله الله يمسيكم بالخير يا شباب، وش اخباركم؟ عساكم طيبين ومن الله قريبين. ولا تعبت يا سيف، وش تسوي يا سيف؟ كرك من ذاقه برك الله حيهم، الله يعاوي. يلا استعجل. وش اخباركم يا شباب؟ عساكم طيبين. الشاشات شغاله يا كنترول؟ طيب مهد. ولا ندمك، الله حيه، شو اخبارك؟ مساك طيب. طيب قبل ما نبدا يا شباب، طبعا نعرف احنا ان المعركه، انا اسميها المعركه، احتمت واحتمل وطيس على قولتهم. فعشان كذا عندنا 600 نقطه يا مرحبا ومسهلا، قسمتها على ثلاث متسابقين، 200 200 200، بيهدونكم اياها مشاهدينا الكرام عن طريق الهاشتاج. الهاشتاج اليوم اتوقع انه بزنس 53، صح؟ بزنس 53. راح نسحب بدايه الفقره على 200 نقطه، في نص الفقره 200 نقطه، في نهايه الفقره 200 نقطه. الان باسمي انا راكان بملهي واسم متسابقين البزنس، نرحب فيكم. الله يبقيكم، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد في فقرتكم، فقره شور بيتي. كذلك ما يفوتني الشكر للمتسابق الفذ فلاح بن فراج اللي قدم الفقرة وبشكل متكامل وشكل ممتاز الأسبوع اللي طاف. أكاد أجزم أن هناك مقدم بارع قادم للساحة وبقوة يستاهل، فرح فلاح بن فراج، وسمعوا صفقة يا شباب. أيضا السي جي عندنا عطلان يا شباب، ولا كان بنقدمكم مثل الأسبوع أو الأسابيع اللي طافت بطريقة مختلفة لأنكم أنتم مختلفين. المتسابق الأول اللي معي المتسابق عامر بن منير، وسمعوا له صفقة.